قال لهم كلمة لا. لا ايه؟ جاء بالخطايا الكبيرة، يعني مثلا لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تشتهي مال قريبك، صح كده؟ لا، وكل الخطايا دي خطايا كبيرة واضحة. ولكن إبليس علم الحيلة وعرف إن الخطايا الواضحة ما بتجيبش ناس كتير، فيبتدي يعمل إيه؟ يبتدي يدينا الخطايا الصغيرة ويكررها لنا كتير علشان بعد شوية نقع في الخطايا الكبيرة الواضحة من غير ما نحس. وعشان كده القديس بولس الرسول النهاردة في الرسالة الأولى، في رسالة كولوسي، أنا آسف، في رسالة كولوسي الإصحاح الثالث، نقرأ كده نشوف هو إدى 6 وصايا عجيبة شوية. يقول إيه بقى؟ يقول: أما الآن فاطرحوا عنكم أيضا كل شيء. اطرحوا دي يعني ما زي ما تكونوا لابسين حاجة وتقلعوها. اطرحوا دي معناها ان انتوا ترموا الحاجة من على ظهركم، زي برضو اللي مربوط بحبل وعلى الظهر تقل. فبيقول لهم اطرحوا كل شيء. ايه بقى كل شيء دي؟ 1 الغضب، 2 السخط. ايه الفرق بين الغضب والسخط؟ السخط هي الحالة المستمرة من النقمة، طول الوقت مقريف، طول الوقت متضايق، طول الوقت مكشر وغضوب. الغضب ده ممكن تبقى حالة مؤقتة تروح وتيجي، انما السخط ده اصعب. الغضب بيجي ما بيروحش، حاجة صعبة. الخبث زي المكر كده، بس المكر الشرير اللي فيه تآمر. يقول كمان التجديف. التجديف دي خطية منسوبة لله، يعني لما انا اجي اتكلم كده بكلام وحش على ربنا اسمه تجديف. مش بس كلام وحش على ربنا، لا، يقول والكلام القبيح لا يخرج من افواهكم، غير الكلام الوحش على ربنا، الكلام القبيح اللي يبقى على الناس. كل الكلام ده خطايا من النوع اللي احنا ساعات بنستسهلها، بنستسهلها خالص. نيجي قدام ابونا قبل الاعتراف ونقول له: الحمد لله يا ابونا، انا لا بقتل ولا بسرق ولا بزني ولا بغضب ربنا. ده في نظره، وهو بيتكلم على الخطايا المشهوره بتاعت زمان، بتاعت العهد القديم، ومش عارف ان الموضوع المره دي هو واقع فيه بشكل تاني. هو واقع في الخطايا اللي بيقول عليها بولس الرسول النهارده، اللي هي من النوع الصغير المتكرر اللي هيأديه بعد شويه لايه؟ لكل الخطايا اللي هو بيقول انا مش بعملها، بس هو بس في الطريق مش واخد باله، عمال يتسحب كده واحدة واحدة. وعشان كده يجي الواحد يعترف في الحتة دي يكر بسرعة: أنا بكذب، بشتم، بحلف، ها؟ يعني أوام كده، عشان أنا عارف الحاجات دي كل الناس بتعملها يا أبونا. في بعض الناس كده تيجي شباب يجي يقول يا أبونا أنا بعمل كل الخطايا بتاعت الشباب العادية. دي العادية؟ إذا كان الشيطان أوهمني إن دي عادية، يبقى بعد شوية لما تيجي الغير عادية أنا مش هعرفها. صدقوني، في تجربة كده اتعملت على ضفدعة، بيقول إن الضفدعة بتغير درجة حرارة دمها. ربنا خلق لها الصفة دي عشان تعرف تتكيف مع درجة الحرارة الخارجية، يعني لما تكون الدنيا برد شوية ربنا ده إمكانية إنها تخلي درجة حرارة الدم أقل عشان ما يبقاش في فرق درجات حرارة تحس بالسعة، وهكذا في الحر. فعملوا تجربة، حطوها في مية بتسخن بالبطيء، بالبطء الشديد، حاجة بسيطة بتسخن المية، وهي الضفدعة بتتكيف مع كل درجة حرارة بتزيد مش واخدة بالها، لحد ما درجة الحرارة وصلت لدرجة عالية جدا اللي فيها بتموت الضفدعة وهي مش واخدة بالها، لدرجة حبت لما تيجي تخرج لقت ان جسمها مش قادر من كتر الحرارة بتاعت المية، ما قدرتش تخرج. الشيطان بيعمل لي كده، بيزود لي الخطايا الصغيرة اللي بيقول عليها بولس الرسول دي بالراحة واحدة واحدة كده. يقول لي يعني مثلا لما تيجي تهزر مع اصحابك براحتك عادي، دول اصحابك، بس شوية كلام قبيح من اللي بيقول عليه بولس الرسول مش مشكلة، احنا بنهزر يعني،
اصل احنا مش معقولة يعني، مش هنهزر، لازم هنهزر، وكل شوية اقول كلمة زيادة، كلام القبيح يزيد لدرجة في النص هزار يقوم شاتم، والشتيمة يبقى فيها حلفان او شتيمة على ربنا نفسه وسب الدين. ابتدى الكلام القبيح يبقى تجديف على الله. وبعد شوية في وسط الكلام الاقي فيه شوية فشر كده، واحد بيفشر، فتلاقي الكذب جه، وبعد كده شوية كلام ونضرب خناقة، فتلاقي الغضب جه، ونرجع بقى للموضوع الأولاني لما كان هابيل متضايق وقت غضبه، سوري، قابيل متضايق من هابيل وقت غضبه، عمل ايه؟ قتل. وبعد شوية تبقى كل الخطايا من ورا شوية حاجات بسيطة، زي بالظبط واحد يقول أنا قوي جدا، وطفل صغير يقول له أنا هغلبك، يقول له قوي ده أنت مش هتقدر، أنا أقوى منك، يقول له ده أنا هغلبك بفتلة، هغلبك بفتلة، لا يمكن تغلبني بفتلة، ده لو مين يعني ما يغلبنيش ولا حتى بحبل، لا أنا هغلبك بفتلة، سيب لي بس نفسك خالص مالكش دعوة، يجيب فتلة فعلا ويلفها على إيديه مدة طويلة، في اول مرة وتاني وتالت وعاشر يقدر يقطع الفتل، انما بعد ما الفتل دي تبقى تخينة خلاص اتحبس. عشان كده يجي بولس الرسول لنا بدري مع بداية السنة من اول يوم، اياك، خلي بالك، اياك من اول فتلة، اول كلمة، اول خطية مشهورة، اول حاجة متكررة، بلاش منها، دقق النهاردة مع نفسك. بيقول لي كده النهاردة قبل ما تحصل المصيبة في اليوم إياه اللي انت ما تعرفهوش، ابتدي دقق في الحاجات الصغيرة. من ضمن الحاجات اللي قالها القديس بولس الرسول برضو بيقول كده: لا تكذبوا بعضكم على بعض، لا تكذبوا بعضكم على بعض. والحقيقة خطية الكذب دي لا تخلو من أي اعتراف، لا تخلو من اي اعتراف. ساعات كتير الواحد يجي يعترف وبالناس باله الكذب ده مجاملة، او الكذب ده زي ما تقول كذب ابيض، فما يعترفش بالكذب، حتى ان الكذب يبقى عادة. عادة في بعض الناس ما بتعرفش تفرق، ما بتعرفش تفرق، بكذب 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 ومش عارف ليه، لدرجة ان الحقيقة اللي انا كنت عايز اقولها تتوه مني واصدق الكذبة بتاعتي وامشي فيها. ساعات ناس بتعمل كده. الحقيقة كمان ان الكذب ده بيطول حتى الاعتراف. احد الناس في وقت من الاوقات جه يعترف، والحقيقة هو بيكذب على ابونا عشان عايز مصلحة معينة، وكان ممكن يدبس ابونا في مصيبة سودة يتحاسب عليها ابونا لولاش ربنا ستر. والكلام ده حصل مئات المرات مع الناس. ازاي الواحد يوصل لكده؟ ازاي الواحد يوصل لكده؟ ايه كمية الكذب اللي اتخزنت جوه قلبي دي؟ فاكرين حنانيا وسفيرة؟ ايه اللي حصل وقت حنانيا وسفيرة؟ قالوا احنا هنتبرع بالفلوس، خدوا الحقل بتاعهم باعوه، خبوا شوية وطلعوا شوية لربنا. الشوية اللي طلعوهم لربنا كذبوا، قالوا عليها دي كل الفلوس، ما عادي الباقي شوية فك، ايا كان بقى كام في المية، يعني ممكن يكون 70-80%، بس برضو شوية فك، انا خليهم بقى معايا. فراحوا على بطرس الرسول، كذب عادي زي كل الكذب عادي يعني. وفوجئوا ان بطرس الرسول بيقول لهم ايه: انتم مش بتكذبوا عليا، انتم بتكذبوا. وفي اليوم ده كانت نهاية حياتهم، لأن خلاص اتملى المكيال بتاعهم بتاع الخطية، الخطية بتاعت الكذب. كاتب بطرس الرسول يقول لهم كده: قد ملأ الشر قلوبكم، ملأ الشر قلوبكم، يعني الكذب اتملى، ملى القلب كله 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 لحد ما بقى مفيش مكان تاني لربنا. قد ايه الخطية الصغيرة ممكن تكبر لحد ما تنهي حياتي. النهاردة بداية جديدة، النهاردة بداية جديدة. عشان كده يجي برضو بولس الرسول في نفس الاصحاح كولوسي 3 يقول ايه بقى؟ يقول لا خلي بالكم بقى،
سيبكم من الكذب ده، انا عايزكم تتقدموا، سيبكم من الخطايا المشهوره، عايزكم تتقدموا لقدام شويه. لا يكفي ان انا امتنع عن الخطيه، بس مطلوب مني اكسب فضيله. اكسب فضيله، اول حاجه قالها الاحتمال، يقول كده: فالبسوا كمختار الله القديسين والمحبوبين احشاء رأفات. اخدتوا بالكم هو قال الاول اطرحوا يعني اقلعوا، ها؟ وبعد كده قال لنا ايه؟ البسوا. البسوا كمختار يعني هدوم جديده، كما لو كان واحد قلع زي الابن الضال كده. الابن الضال جاي مطين من ورا الخنازير ومن ورا البهدله، ابوه قلعه ولبسه الحله الاولى. فهنا بيقول البسوا كمختار الله القديسين والمحبوبين احشاء رأفات ولطف وتواضع ووداع وطول اناه محتملين بعضكم بعضا. الطريقه ازاي عشان اعمل ده؟ احتمل اللي قدامي. ومسامحين بعضكم بعضا، ان كان لاحد على احد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا انتم ايضا. يقول كمان: وفوق هذا كله المحبه التي هي رباط الكمال. شويه وصايا احنا بنعتبرها ايه يعني؟ روتين. احتمل، سامح، حب. والحقيقه الموضوع بعيد عن دماغي. لا بصراحه هو ده الطريق، مفيش غيره. هلف الف وارجع اقول له يا رب اعمل ايه، فيقول لي برضه احتمل وسامح وحب. احتمل وسامح وحب. لو واحد عايز يبتدي سنة جديدة ولسه شايل من غيره ومخزن لغيره، يجي ربنا يقول له مش هتعرف تفرح. السنة الجديدة بتاعت 1732 للشهداء دي هتبقى سنة زيها زي كل السنين اللي كنت فيها انت متضايق. ليه؟ ما انت زي امبارح وزي اول، مخزن جوه قلبك سامح واغفر. لما نلاحظ كده السيد المسيح في لما علم التلاميذ ابانا الذي، قال لهم ايه؟ متى صليتم فقولوا ابانا الذي في السماوات الى اخر. وبعد كده علق تعليق. ايه بقى التعليق؟ لخص ربنا يسوع ابانا الذي دي كلها، انجاز التعبير يعني، لخصها في جمله واحده: لانه ان لم تغفروا للناس زلتهم لا يغفر لكم ابوكم السماوي زلتكم. ده ملخص ابانا الذي. يا نهار ابيض، يعني ربنا ما ركزش على القتل ولا على السرقه ولا على الشتيمه ولا على حاجه، ركز اكتر حاجه على الغفران. ايوه، لان انا مش هقدر ربنا يغفر لي غير لما نغفر لغيري. النهارده بدايه السنه الجديده، كل واحد يفكر في باله كده: كم واحد انا متخاصم معاه؟ ولو حتى من طرف واحد، ولو حتى من جوه قلب انا، مش لازم هو يكون عارف. وطبعا لازم افكر في اللي انا متخاصم معاه وجها لوجه يعني. ما انا ممكن اكون قاطع مع واحد قطيعه صعبه واقول له لا هدخل لك بيت ولا تدخل لي بيت ولا اشوفك ولا تشوفني ولا الكلام من ده. النهارده لازم افكر، ربنا عايز يلبسني هدوم جديده. لما جه ربنا يدعو في المثل يقول كده: انسان صنع وليمه ودعا جميع الناس. كل الناس دخلوا انما في واحد بس ما كانش عليه هدوم تليق بالوليمه. فقال له ايه؟ لا، طلعوه بره، ما ينفعش. لسه لابس الهدوم اللي كانت بتعبر عن الخطيه بتاعته. داخل وخارج الكنيسه انما لسه جوه قلبه نفس الخطايا، الشهوه والغضب والخصام. كل دي الهدوم القديمه، هينفع ادخل السماء ازاي وانا لابسها؟ ما ينفعش، لازم اقلعها بالبلدي كده، يا هي يا الوليمه. يا الخطيه ديا يا الفرح مع المسيح في السماء. لو جه المسيح خيرني وقال لي: ها، تختار لما تيجي وقت انتقالك تروح السماء ولا تختار تخاصم؟ اقول له: هي دي محتاجه كلام يا رب؟ مش محتاجه. طبعا اروح السماء. ويقول لي: خلاص، اذا كنت جدع النهارده صالح، النهارده قبل بكره صالح. الان اقوم وارجع الى ابي، الان اقوم وارجع الى ابي. ولو كنت مش قادر ارجع الى ابي النهارده، طب ما هو النهارده ممكن يكون اخر يوم. يقول لي كده: يا غبي، هذه الليله تؤخذ نفسك منك
وهذه التي أعددتها لمن تكون؟ خطير جدا، خطير جدا ان احنا نأجل. الانجيل النهاردة انجيل مفرح، الانجيل بتاع قانا الجليل، الفرح اللي عمله المسيح لما جدد الخمر القديمة رماها والخمر الجديدة صنعها، الخمر الجديدة النظيفة، عصير العنب الطاهر النقي اللي يفرح القلب. ربنا رمى القديم كله واختفى القديم كله، أول ما المسيح دخل الفرح الست العذراء قالت ليس لهم خمر، خلاص اختفت الخطية لما دخل المسيح في البيت. يا ترى النهاردة هل عندي أنا كمان خمر جديدة ولا لسه باقي على القديم؟ ربنا عايز يديني بداية النهاردة حلوة مفرحة، عايز يقول لي ادخل إلى فرح سيدك، عايز يقول لي السنة الجديدة بتاعت الشهداء دي سنة بركة، سنة نعمة، هتختار انهي خمر؟ عايز تشرب الخمرة بتاعت الناس اللي بيتسكروا وبيسطلوا بيتسطلوا وفاكرين ان هم فرحانين لكن الحقيقة هم مش فرحانين، ولا عايز تفرح فرح حقيقي وانت فايق مع المسيح؟ عايز تفرح بانهي فرح؟ تعالوا النهاردة نبتدي كل واحد يوعد ربنا بكلمة صغيرة ويتحرك في الوعد ده من اول يوم، ولو كانت حتى خطية واحدة بس، مش هنكتر النهاردة، خطية واحدة بس، وبلاش نعمل الوعد زي الندر، لا انا هقول له يا رب ساعدني ابطل كذا وكذا وكذا وانا بكل قوتي هحاول ابطل، حتى وان كانت الخطية بتاعتي هي مجرد نميمة او افكار شريرة او شرب سجارة او اي حاجة من اللي انا بعملها كتير، بس خطية واحدة النهاردة، نوع واحد من الخطايا هقول له يا رب اديني من السنة الجديدة دي هبطل اعملها. صدقوني ربنا هيفضل فرحان بيا طول السنة لاني ابتديت السنة بالاكليل الحلو، ان اقول له بارك اكليل السنة بايه؟ بصلاحك، بصلاحك. ربنا يدينا النهاردة ان احنا نبتدي البداية الجديدة ونشرب من الخمر الجديدة اللي عاملها المسيح لينا. اليوم ايضا ذكرى المرحومين نادية نجيب ورفقة منصور ورزق الله زايد ورمزي نجيب واصف ومايكل رمزي ورفعت رزق الله. ربنا يديهم النياح في السماء ويدينا الاستعداد للدخول في اليوم الاخير لإلهنا كل مجد وكرامة الان وكل اوان ظهر دور، امين. أغنية تخنو